جامعة عين شمس كما تعلموا حضراتكم من الجامعات العريقة القديمة في مصر، يرجع إنشائها إلى سنة 1950، ثالث جامعة أنشأت في مصر بعد جامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية. الجامعات لما نشأت كانت الفكرة الأساسية فيها فكرة تعليمية، يعني نعلم الناس. بعد شوية الفكرة دي اتغيرت وبقى في مستوى تاني من الجامعات اللي معني بالبحث العلمي. شوية وتغير هذا المنهاج وبقى في المستوى الثالث من الجامعات اللي احنا بنسميه الجامعات التي تقدم خدمة مجتمعية، أو كما تسمى جامعة بلا أصوات. القصة ما وقفتش عند كده، بقى في جيل رابع من الجامعات اللي معني بالابتكار. دلوقتي أصبح التقدم الحقيقي ليس مقتصراً على التطوير المحلي فقط، وإنما أيضاً ما يسمى بالتطوير الإقليمي الدولي. ولذلك لو حد سأل على عدد بروتوكولات التعاون اللي احنا عملناها مع جميع جامعات العالم، روسيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، كوريا، اليابان، هتجدوا عدد كبير جداً من بروتوكولات التعاون بغرض تطوير المقررات الدراسية. كلية التجارة أو كلية الحقوق يمكن منح الطالب درجة الليسانس أو درجة البكالوريوس بيحمل معنيين، يعني يمكن يبقى الشهادة اللي حصل عليها من جامعة بريطانية ومن جامعة مصرية. إحنا معنيين بالتعليم ومعنيين بالأنشطة الطلابية. إحنا غرضنا الأساسي إن يخرج الطالب من عندنا مش بس مسلح بالعلم، مسلح ببناء الشخصية، يكون شخصية متوازنة، قادر على إنه يتعامل في المجتمع وقادر على إنه ينافس في سوق العمل. قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة هو قطاع النافذة اللي بتطل على المجتمع الخارجي. المحاور المختلفة للقطاع عديدة، لكن من أهمها أول حاجة إحنا بنذكر الموسم الثقافي والموسم العلمي للولاد والطلبة. الجزء الثاني وهو حملات التوعية بالمدارس، عندنا حوالي 100 حملة توعية بتقوم بها الكليات المعنية في القطاعات المختلفة. القطاع الثالث اللي احنا بنعتمد عليه وهو تنمية البحوث التطبيقية، عندنا 48 بحث تطبيقي. الجزء المهم ايضا احنا عندنا ملتقى التوظيف والتدريب وهو احد المحاور الهامة جدا للطلاب. قطاع البحث العلمي على مدار سنين طويلة قوي كان يقرب الى البحث الاكاديمي، ممكن يبقى حد أستاذ أو طالب جاي يسجل فكرة. قطاع الدراسات العليا اتجه دلوقتي إلى ما يسمى الأبحاث التطبيقية أو البحوث التطبيقية اللي هي بتقدر تقربني لسوق العمل. في الفترة الحالية يتم الإعداد لدخول الجامعة في التصنيف الدولي، حيث أن الجامعة ظهرت مؤخراً ولأول مرة في تصنيف شنغهاي رقم من 700 إلى 800. ده يستدعي مننا أن احنا ندور على الأسباب اللي تدينا القوة في الظهور في أعداد أقرب لأن احنا نكون في التصنيف الدولي. الجامعة في الفترة الحالية بتهتم بالمشروعات البحثية، المشروعات التي تهتم بها الدولة، وهي طبعا في الأساس مشروعات الطاقة، المشروعات الزراعية، مشروعات التسمين الحيواني، مشروعات المياه من الحياة المهمة جدا، مشروعات المواد اللازمة للصناعة. وده بيدي انطباع عن ان الجامعة صلتها بالمجتمع داخلي طبعا هي لخدمة المجتمع وحل مشاكله. خريجي جامعة عين شمس موجودين مش بس في مصر، موجودين في كل الدول المحيطة بينا، موجودين في الدول العربية، موجودين في الدول الأفريقية. وجهة مشرفة لجامعة عين شمس ولمصر. أولاد جامعة عين شمس في كل مكان بيشرفوا الجامعة وبيشرفوا البلد.